الأخ يسأل عن التصوير الفوتوغرافي وعن حكمه باعتبار البلوى به. التصوير أنواع أو التصاوير أنواع، منها المنحوت وهذا محرم بإجماع المسلمين. النوع الثاني من التصاوير المرسوم وهذا محرم أيضا وهو قول الجمهور وحكاه بعض العلماء إجماعا، ولكن فيه مخالف. النوع الثالث التصوير الفوتوغرافي وهو حادث في عصرنا وقد اختلف المتأخرون في حكمه، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه. الذين أجازوا التصوير الفوتوغرافي قالوا إن هذا ليس بتصوير، إنما هو حبس ظل وليس فيه شيء من المضاهاة، وهؤلاء يجوزونه مطلقا إلا ما كان على وجه التعظيم فيمنعونه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه محرم لعموم الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن المصورين وفي بيان الوعيد الشديد عليهم كقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، متفق عليه. لعن الله المصور في البخاري، من صور صورة كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافق، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع صورة إلا طمستها، رواه مسلم في صحيحه. والطمس في لغة العرب هو المحي، وحين يثبت أن التصوير الفوتوغرافي داخل في مسمى التصوير فلا يشك أحد إذن في تحريمه، لكن الخلاف هل هو داخل أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كل مصور في النار دخل فيه كل شيء يصدق عليه مسمى التصوير، والفوتوغرافي يسمى تصويرا ويسمى عكسا ويسمى حبس ظل. ولو وجد هذا التصوير في القرون السابقة لاستغنوا به عن الرسم، لأنهم في الرسم يحاكون صورة فلان والآخر والثالث والرابع ويحاولون تقريب صورته، وحين يستغنون بهذا الذي يعكس هذه الصورة على هيئتها التي خلق عليها. وأما جعل مناط التحريم في التصوير هو مجرد المضاهاة فهذا في نظر، لأن مناط التحريم في التصوير المضاهاة وغيره. الله جل وعلا سمى المصور مؤذيا لله كما قال الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله. قال غير واحد من المفسرين إن هذه الآية نزلت في المصورين، فسمى الله جل وعلا التصوير أذى إن الذين يؤذون الله ورسوله. وحين تأتي علة أو مناط تعليل في حكم ما لا يعني ربطه بهذا وإلغاء غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع المرأة، لا تنكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. طيب لو رضيت المرأة ما حكمه؟ هذا لو قالت المرأة أنا أرضى، طيب إيش الحكمة من منع المرأة أن تنكح مع عمتها ومع خالتها؟ ليست هي قطيعة؟ طيب لو قالت المرأة أنا أرضى بهذا، أحب لي من أن تنكح
أجنبية أحب أن تنكح عمتي أو خالتي أو أختي، يجوز؟ وإذا صرت عند القطيعة، يعني في رواية عن الحبان نجل قطيعة نصف الشرع. نعم، يعني لا يعني إذا ربط الحكم بعلة أن نلغي النص الشرعي، وقاعدة أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما ليس على إطلاقها، ولا يعني أن إبطال النص. فلا يجوز نكاح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولو رضيت المرأة. إذن حين نقول أن العلة في تحريم التصوير هي المضاهاة، وحين تذهب المضاهاة لا يعني أننا نبيح التصوير، على أننا لا نسلم بأن العلة هي مجرد المضاهاة، فالعلة الكثيرة. وفي هذا التصوير أيضا نوع من المضاهاة، ولا سيما إذا كان المصور ميتا، والذي يظهر عند الله أن التصوير الفوتوغرافي محرم وداخل في العمومات وليس في الأدلة ما يقتضي إخراجه منها، إلا أن يباح من التصوير ما عمت به البلوى، لقول الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج نكرة وقعت في سياق النفي وسبقت بمن المقتضية للاستغراق والعموم، أي لنفي جميع أنواع الحرج.